تغطية خاصة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية. ما زلنا مواصلين معكم على إكسبريس أف أم حتى الماضي ساعة متاع الليل، دونك في تغطية خاصة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وما زلنا في جولة متواصلة في مراكز الاقتراع مع زملائنا اللي يعطيونا فكرة على سير عملية الاقتراع في انتخابات اليوم، انتخابات أعضاء المجالس المحلية. بتحكيوا زاد على نسب الإقبال، الصورة العامة لسير العملية الانتخابية. مش نمشيو مع زميلتنا لبنى بدة اللي موجودة في منوبة، في ولاية منوبة. مرحبا لبنى، صباح النور. نشوفوا زميلتنا لبنى بدة اللي موجودة في ولاية منوبة بعد ما كانت دونك حكيت زادة في مداخلة سابقة مع منال الغربي واللي كانت موجودة في رود مارسي، دونك تنتقل إلى ولاية منوبة باش ناخذوا من عندها أكثر التفاصيل. كما قلنا برمجة خاصة ومتواصلة لتغطية تغطية انتخابات أعضاء المجالس المحلية. حضر معنا لبنى بدة زميلتنا، مرحبا لبنى. أهلا وسهلا وسامة، مرحبا بيك، مشكور جدا، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. أنا موجودة توا تحديدا في الهيئة الفرعية للانتخابات منوبة، وكان لنا تصريح مع سيد أحمد دويك رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات منوبة. وسامة فيما يتعلق بالقرعة للمترشحين لذوي الإعاقة، حبينا ناخذ آخر المعطيات، لأنه القرعة بدأت من الساعة 10 صباحا إلى حدود 11 صباحا بحضور الهيئة الفرعية، بحضور المترشحين وبحضور ممثليهم والمجتمع المدني. فسجلت فترة قبول الترشحات ترشح 19 شخص من ذوي الإعاقة موزعين على 8 مجالس محلية. تم سحب عدد المترشحين تباعا، بما معناه أسامة باش نبسطوا المعلومة، ناخذوا على سبيل المثال معتمدية وادي الليل، المجلس المحلي لوادي الليل اللي يكون فيها 4 مترشحين. فإجراءات القرعة تقتضي أنه يتم السحب لأربعة مترشحين وفق طريقة السحب، بطريقة أنه إذا صار شغور في مستوى الفائز الأول وتم تصعيده على سبيل المثال المجالس الجهوية أو الأقاليم، فثم إمكانية أنه يصير سد الشغور على المستوى المحلي للإسم الذي يليه، بما معناه للإسم اللي يجي في المرتبة الثانية في القرعة. أيضا أسامة سجلت زادة فترة قبول الترشحات ترشح وحيد لعدد 3 مجالس محلية يمكن اعتبارهم فائزين أوليا للمقعد المخصص لذوي الإعاقة بالنسبة للمجالس المحلية التابعة لهم، ديما نذكروا اللي هذايا وفق تصريح سيد أحمد دويك رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات منوبة، اللي زاد أكد لنا بالنسبة لعملية الاقتراع، سيل عملية الاقتراع بصفة عامة بالنسبة لولاية منوبة، فإنه الهيئة أكدت أنه المراكز فتحت بنسبة 100%، واعتبر أنه فما إقبال ملحوظ على مستوى الناخبين تحديدا في الدوائر الانتخابية اللي فيها تنافسية عالية. وتوا تحديدا في مركز الفرز بمنوبة فما متابعة لسير عملية الاقتراع اللي سألنا سيد أحمد رئيس الهيئة الفرعية، قلنا له هل أنه فما ربما وردت عليكم ربما بعض الخروقات أو بعض التجاوزات، قالنا فقط ما ورد علي هو بعض التساؤلات الاستفسارات من مراكز الاقتراع والتي نتفاعل معها في الإبان. هذه تقريبا الصورة من مركز الفرز بمنوبة. واضح لبنى بدأ، شكرا لك، بارك الله فيك، نرجو لك في مداخلات قادمة. زميلتنا لبنى بدأ اللي كانت معنا في من ولاية منوبة، حكينا زادة على القرعة بالنسبة لذوي الإعاقة، حكيت زادة لبنى أعطتنا بعض الأرقام، فما 19 شخص دونك في المجالس هذه اللي تنقسم على 8 مجالس محلية، وكما قالت وكما كنا نسمع دونك سير العملية الانتخابية مازال متواصل في مراكز الاقتراع، وانه مراكز الاقتراع فتحت ابوابها 100% بالنسبه لولايه منوبه. راجعين معكم شويه اخر، ما زلنا مواصلين في جوله في مراكز الاقتراع مع زملائنا، يعطيونا فكره على سير العمليه الانتخابيه، سير عمليه الاقتراع في مختلف المراكز والمراكز الاقتراع. مواصلين معكم على اكسبريس اف ام.